السلام عليكم، انا حمزة. اليوم جيت ندير فيديو على تاريخ الجزائر. راني باغي ندير سلسلة، نشوفو الفيديو الاول الى نجح. شلا شانة جديدة، وما مانيش من الناس تاع اليوتيوب، ولا شت بعض الإشكالات والاختلافات. كاين الناس ما تعرفش تاريخها، قلت ندير فيديو مع نقول لي نعرفها انا ولا راني غلط. معليش نتعلم. بسم الله. اليوم خلي نبداو اول المملكة ولا الممالك اللي كانوا في الجزائر. هي أول ظاهرة أو حاجة مثل الملك في الجزائر هي هذه إمد غاسل. إمد غاسل هذه هي تمثل تاريخ أول ملك نوميدي في الجزائر، الجغرافيا تاع الجزائر حاليا. وهذا كان في جواه 400 قبل الميلاد. ضريحة كبيرة عند غاسل الآثار الكبيرة اللي خلاوها لنا وين يميت في الجزائر جدودنا. هذا مش يقبل الروميات تاتي باصل، هذا جا بعد بناها جيبا دو يوبا اتنين. إمد غاسن هذا واحد من جدود تاع مارسينيسا الغرطة. ساعة ما كاش التاريخ، ما كاش اللي كان يأرخ على ذاك الوقت. كانوا زوج قبائل، الماسيل والماسيسيل، زوج قبائل متفرقين. ما كاش اللي كان دايها فيهم، ما كانوش مملكة بالفعل، ما عندهمش عملة، ما عندهمش كما نقولوا الحادث اللي خادي يدخل هذه الممالك اللي في الجزائر، الجغرافيا تاع الجزائر حاليا. التاريخ هي الحرب البونيقية الثانية، لا غير بيونيك، لا دوزيام غير بيونيك. وهذا الحرب كما نقولوا هي الحرب العالمية الثانية، زعما تاع بالك ما قبل الميلاد. بدات الأولى الحرب العالمية، الحرب البونيقية القرطاجية الرومانية الأولى. أدروك نقولكم قرطاج هما دي مارشون كما نقولوا تجار فينيقيين، جاو شمال افريقيا اسسوا بعض المدن الساحلية، ثم اختلطوا مع البربر. ما نجم نفصل خاطش ما يهمناش تاريخ تاع بلاد اخرى. وتكونت قرطاجة في نواحي 800 قبل الميلاد، امبراطورية قرطاجية 814. ومن بعد بدات غير بسياس تسيطر على كامل شمال، كامل الضفة الغربية تاع البحر الأبيض المتوسط. جوايه 400 قبل الميلاد بدات تنوض دولة اللي هي الإمبراطورية الرومانية. بعد سنوات
بدات تنوض هاد الدولة، بدات بديا في روما، ومن بعد بدات توحد في الممالك والقبائل الصغيرة في شبه الجزيرة الإيطالية، حتى أسسوا دولتهم. ما كانتش دولة قوية كتير، الإمبراطورية الرومانية القرطاجية كانت قوية عليهم، صح هكذاك، وقدرت تهزم القرطاجيين في الحرب البونيقية الأولى، وداروا معاهدات ما بيناتهم باش ما يعاودوش يتهزوا، وعاود قرطاجة بدات تعاود تقوى، بدات تعاود تقوى، وبعض الأسباب خلات الحرب البونيقية الثانية كما نقولوا تنفجر، تعاود تبدأ بين القرطاجيين والروم، شكون ما يعرفش هانيبال، هانيبال يبغى يحتل روما ماشي من تحت من فوق، بغى يدخل من جبل الألب ودخل ووصل لروما، وما بغاش كيما نقولو يخربها، وكانت هذيك هي اللقطة اللي عليها خسر الحرب. في هذا الحرب البونيقية الثانية الماسيل والماسيسيل، واللي كانوا القبيلتين اللي مثلوا نوميديا الشرقية والغربية، انفصلوا، واحدة راحت مع قرطاجة وواحدة راحت مع روما. البداية كانت الماسيل اللي هي الشرقية اللي كان يحكم فيها غايا، هذه هي اللي كانت مع قرطاجة، والمازيسيل تاع سيفاكس كانت مع روما. ومن بعدها صرا واحد الأحداث اللي خلات هذه الأمور تنقلب، وتمك كما نقولوا غايا بعد أن مات خلى بزاف ولاد، غايا تاع المملكة الشرقية خلى بزاف ولاد، دوك الولاد كما نقولوا دابزو على الحكم، استغلها سيفاكس وصدم على الميديا الشرقية واستعمرها، ودخل سيرطة العاصمة ووحد نوميديا، ودار معاهدات مع قرطاجة، وقرطاجة سمحت في الملوك تاع نوميديا الشرقية، وبدلت خشادية السياسة من بكري، الناس تبدل المعاهدة تاعها، كي بدلت المعاهدة تاعها مارسينيسا كانوا قائد تاع لا كافالري نيميد اللي كانت في شبه الجزيرة الإيبيرية، كي سمع بهذيك الأحداث وسمع باللي كما يقولوا سيفاكس اغتصب له عرشه، هو كان قائد قاتل مع القرطاجيين شبه كان يقاتل مع القرطاجيين كونتر الروم، قضب الجيش تاعه وتحالف مع روما، الجيش تاعه مكون تقريبا قاع من فرسان، فكافالي نميد كانت أقوى كافالي أقوى فرسان في قاع البحر الأبيض المتوسط، كانوا يشيدون بهم يعني ميور كافالي دافيك كافالي دافيك، وكانوا كيما نقولوا يستعملهم سيفاكس ضد مع حلفائه ضد أعدائه، ويستعملهم مارسينيسا مع حلفائه ضد أعدائه،
يعني نشوفوا باللي قاتلوا مع قرطاجة وقاتلوا مع روما وقاتلوا مع نوميديا بنتيا، من بعدها توحدت على يد مارسينيسا. ودوك نشوف مارسينيسا كان في شبه جزيرة إيبيريا، طلب بالمساعدة تاع الروم، دار معاهم معاهدات باش يعاونوه باش يعاود يرجع للعرش تاعه، متحالف معاهم باش يهزموا القرطاجيين. فحدث داكشي ودخل مارسينيسا شمال افريقيا بجنوده وبجنود اللي عطات اللي عاونات بيهم تاني روما، وهزم سيفاكس وحد نوميديا في دولة واحدة. وروما تاني هزمت قرطاجة وانهزم القائد العظيم هانيبال بعد الخطأ الفادح اللي داره، حيث ما دمرش الإمبراطورية الرومانية من الداخل، ما خربهاش، بغا يقعد حضاري كيما نقولو، فخربوا لها دولته. كي كملت وداروا معاهدات تاع الحرب هذه، كانت نوميديا موحدة، مارسينيسا الملك تاعها، سيفاكس مات وقال لك مارسينيسا علقها في حمار دارها بالمقلوب، عراه دارها بالمقلوب ورسلها في وسط الغاشي، أهانة بعد قتله. داروا قرطاج معاهدة مع روما ونوميديا باش قرطاج ما تزيدش تحمل سلاح على أي واحد، وقلصوا لها بزاف المساحة تاعها.